عشر موضوع وضعية الاقتصاد الوطني بعد جائحة كورونا والإجراءات التي تعتزمون اتخاذها للحفاظ على مناصب الشغل مؤقتة متوقفة مؤقتا. الكلمة إلى أحد السادة المستشارين من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتقديم السؤال. رئيس السيد الوزير، السيدات والسادة المستشارون، نسألكم السيد الوزير حول وضعية الاقتصاد الوطني في الفترة ما بعد جائحة كورونا وعلى الإجراءات التي تعتزمون القيام بها للحفاظ على مناصب الشغل المتوقفة مؤقتا وشكرا. الكلمة لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. شكرا سيد الرئيس، اتفق معكم سيد الوزير بأن الإجراءات الصحية والوقائية الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها بلادنا وما صاحبها من مبادرات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وخاصة القرار الحكيم بتفضيل الحياة المواطنات والمواطنين على الاقتصاد رغم أهميته، قوبل هذا القرار بإجماع وطني وبارتياح عام ساد مختلف فئات المجتمع، بل أصبح مصدر اعتزاز وافتخار لكل المغاربة إنما موجدوا. لكن مع مرور الوقت واتخاذ إجراءات وتنزيل بعض القرارات وما شابها من نقائص، ساهم في نفاد جزء مهم من هذا الرصيد، خاصة مع بروز مقاومة شديدة لبعض اللوبيات والتي اعتادت على الاستفادة كيفما كانت الظروف وكيفما كانت الأزمنة. وسجلنا مع كامل الأسف تسابق نحو الاستفادة من دعم هذا الصندوق واستعمال أجراء كمطية للاستفادة ولو بالتخلص من الأجور ديال العمال. سجلنا أيضا ارتباك الحكومة في تحديد القطاعات المعنية بالاستمرار في مزاولة نشاطها، مما عرض الآلاف من الأجراء إلى الحرمان من أجورهم لا من طرف المشغلين ولا من الاستفادة من الصندوق ديال كوفيد-19. وهذا الارتباك حاصل اليوم ونحن نستمع إليكم سيد الوزير وأنتم تطلبون من جميع المقاولات استئناف النشاط ديالها، واستمعنا بالأمس إلى السيد رئيس الحكومة والذي تخوف من انتشار هاد البؤر في المجال الصناعي. هذا الارتباك لا زال قائم، نطلب من الحكومة باش تكون عندها رؤية واضحة باش ما تخليوش المغاربة تالفين. البارح رئيس الحكومة كيخاف من البؤر والمساعدة انتشار على الوباء. هل أنتم سيد الوزير مطمئنين على الحالة الوبائية مستقبلا؟ قلت سجلنا استغلال هذه الظروف وطرد وتوقيف عدد كثير من الأجراء حرمان غير المصرح بهم لدى الصندوق من التعويض وهم فئة عريضة، خاصة للذين لم يصرح بهم في شهر فبراير. سجلنا كذلك النقص في التعويض ديال هذا الصندوق، كاين بعض الأجراء اللي عطاهم 1000 درهم في شهر أبريل بدعوى أن التصريح بهم كان أقل من 26 يوم. عدد كبير من المواطنين حامل بطاقة رميد لم يتوصلوا بالاستفادة. من يحدد المستفيدين هذه القضية ديال الذين فقدوا كاين قطاعات مهمة، عمال المقاهي والمطاعم وأرباب المطاعم والحمامات وسائقي الأجرة